حضر الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني الاحتفال الذي نظمه الجيش الباكستاني بمناسبة يوم باكستان الذي يصادف 23 من مارس. وجرت مراسم الاحتفال بمشاركة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وكبار القادة العسكريين والشخصيات من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، حيث رفع سمو رئيس الحرس الوطني أسماء آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وللشعب الباكستاني بمناسبة احتفالات البلاد بيوم باكستان، مبديا إعجابه بالعروض العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني وما تميز به من كفاءة عالية وجاهزية ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستعراضية لقواته. كما أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالعلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ودور جمهورية باكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى المستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين والتي تعكس شراكة ثنائية بين البلدين الصديقين استمرت لعقود طويلة من نماء وازدهار. كما قدم فريق القفز الحر بالمظلات عرضا جويا ضمن فقرات الاحتفال بيوم باكستان، مستعرضا الاحترافية العالية التي يتمتع بها والتي أكسبته صيتا دوليا من خلال مشاركاته الخارجية المختلفة وتحقيقه لعدد واسع من المراكز المتقدمة في المحافل العالمية.